بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان بعض الزملاء سألني على موضوع الـ MBA والتجربة مع جامعة ليستر، فقلت أعمل الفيديو ده أشرح فيه يعني بشكل سريع كده على الموضوع. بداية، في جامعات كتير طبعا تدي MBA، منها المعتمد بشكل كبير ومنها الاعتماد وسط أو ضعيف أو غير معتمد. فقلت أديكم نبذة يعني عن الإيه المعلومات اللي كانت قدامي وإن أنا يعني بحثت ووصلت لها وبناء عليها كنت بختار. يعني بداية، لو انت مثلا قادر انك تدخل في جامعة لوكال وتكون كويسة وقوية، فده يبقى الافضل من ضمن الاختيارات. مثلا لو انت قاعد في مصر وقادر انك تدرس في حاجة مثلا تبع الاكاديمية، وخاصة ان هم كانوا عاملين دعم مثلا من خلال النقابة، نقابة المهندسين كانت عاملة دعم للام بي اي بتاع الاكاديمية، مش عارف بعض النقابات التانية عاملة نفس الحكاية ولا لا، فده لا شك انه حل كويس وممتاز، والاكاديمية الرانك بتاعها كويس، وفي نفس الوقت يعني يعتبر ايه الشهادة معتمدة مثلا في مصر ومعتمدة في دول عربية كتير، وبتدي برضو شهادة تانية من جامعة يعني أجنبية هم عاملين تحالف معاها يعني، بس يعني الأكاديمية مش قليلة يعني في حاجة زي كده، وفي نفس الوقت هيبقى السعر قليل قوي يعني، هيبقى السعر مقارنة بأي حاجة بره كويس. فاللي قاعد في مصر على طول يعني ما تفكرش ان انت روح لحاجة من الحاجات ديت، الا لو انت عايز تطلع بقى بره وتاخد حاجة يعني من جامعة أجنبية او كده، فده هيبقى يعني وضع تاني. لكن الحل الأمثل يعني أنا شايفه إن إيه اللي قاعد في مصر يتوجه للتوجه ده مباشرة. اللي زي بقى مش قادر إنه يدرس مثلا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أو غيرها مثلا من البدائل اللوكال، ومضطر إن هو يروح للبدائل الأجنبية، فأنا كنت دورت يعني على موضوع الاعتمادات وكده، فقلت هدور بحاجتين. حاجة الأولى اللي هي تصنيف الجامعة على مستوى العالم، والتاني المنظمات اللي بتعتمد الـ MBA. فبالنسبة للتصنيف يعني لو نبص هنا في التصنيف بتاع تايمز، هنلاقي ان جامعة ليستر التصنيف بتاعها في 2018 هي 159 على مستوى العالم. ف159 يعتبر تصنيف متميز يعني. لو عايزين نسيرش على اي جامعة تانية، اكتب اسمها واكتب بعد كده الرانك وتايمز وشوف الرانك هيطلع كام، هتلاقي حاجات يعني ايه متنوعة يعني في الموضوع ده. ده هنا الويكيبيديا بتبين الاكريديتيشن الخاص بموضوع الام بي اي. في ثلاث منظمات رئيسيه، الاي اي سي اس بي وهي بيزد في تامبا فلوريدا وفي سنغافور، وامبا وبيزد في لندن وهي يعتبر المنتشره للجامعات الاوروبيه، واكويس بيزد في بروسلز، ويعتبر الثلاث منظمات دول هم اللي بيعتمدوا الام بي اي. هنشوف ان امبا مثلا في 102 ام بي اي معتمد من امبا، في 53 معتمدين من اي سي اس بي ومن اكويس 23، واللي معتمد من الثلاثه اللي هو التريبل اكريديتيشن هنلاقيهم 54 جامعه. ليستر لقيتها ان هي معتمده من امبا، تقدر تدخل على اي سايت واحده من المنظمات دي وتسيرش هي الجامعه دي معتمده من عندكم ولا لا. فليستر كانت معتمده من امبا، فعشان كده يعني كنت ايه ميال ليها. نيجي بقى لنظام الدراسة. وأنا الفايل اللي كان معايا الخاص بإبريل 2017 الانتيك، فخلينا نشرح عليه لأن هو هيبقى نظام واحد يعني. بالنسبة للي بيروح يدرس جوه الجامعة بيقعد سنة، لكن اللي بيدرس ديستانس ليرنينج عن بعد بياخد سنتين ونص. السنتين ونص بيبقوا متقسمين خمسة موديول، كل موديول مدته 6 شهور، ستة 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 ستة، يعني 5 ستات اللي هم إيه خمسة موديولز. التلاتة الأولانيين يعتبر هم دول الكور موديولز او الحاجات الدراسية الرئيسية اللي انت بتدرسها. هو هنا بيشتغل بنظام الموديول، الهدف منه ان هو بيقول لك ان بعض العناصر لازم تدرسها مع بعض. على سبيل المثال مثلا الماركتينج، الفاليو، الاوبريشن، بيقول لك ادرس الكلام ده مع بعضه، هيبقى الفايدة اعلى، احسن من ان انت تدرسهم مادة مادة، لان ماده ماده هتبقى كل واحده منفصله. لكن هنا بيقدر انه يربط لك وتلاقيه عمال يطلع من دي على دي على دي. نفس الشيء مثلا الاتش ار والاورجنايزيشن، بيدرس من هنا لهنا وتلاحظ بقى الفروقات ما بين الاتش ار والاورجنايزيشن والانعكاسات بين كل حاجه والتانيه. الفاينانس والاكاونتنج والايكونومكس بيدرسهم في موديول واحد على بعضهم. ده هدفهم هم دايما بيحكوا عليه ان هم نظامهم كده، عشان ده بيسهل الدراسه، لان في النهايه الاداره بتبقى اداره واحده، فعشان كده بيبقى عايز يجمع لك معظم العناصر اللي شبه بعضها مع بعض.
الموديول زي ما بنقول مدته 6 شهور وخاص بحاجه معينه. هنلاقي هنا الموديول الاولاني عندهم مانجنج اند ديفلوبينج بيبل اند اورجانيزيشن، يعني خاص بالاتش ار والاورجانيزيشن. الموديول الثاني مانجنج فاليو كرييشن بروسيسز فروم ايديا تو ماركت، خاص بالفاليو والماركتنج والاوبريشن. الموديول الثالث مانجنج فاينانس اند ستراتيجيك ديسيشن ميكنج، خاص بالفاينانس والايكونومكس الاكاونتنج السوشيال ريسبونسبيلتيز وهكذا. ده لما بتخلص الثلاثه موديول الاولانيين يبقى انت كده خلصت الكور موديولز. بعد كده في واحد يعتبر الكتيف او اختياري، ده بيبقى الموديول الرابع، وانت بتختار واحد من الثلاث تخصصات اللي فاتوا دول بحيث ان هو يبقى التخصص بتاع الام بي اي بتاعك ويبقى هو الموديول الرابع. ده معناه ان انت ممكن تخصص في اتش ار او ماركتنج او فاينانس، دي التخصصات اللي عندهم، او لو عايزها جنرال ممكن ان انت هتاخد واحد من الموديولز ده بس هتطلب ان هي تكون جنرال ام بي اي مش بدون تخصص. يعني الموديول الخامس هو الريسيرش، وده يعتبر ايه مدته 6 شهور زي بقيه الموديولز. اثناء كل ده او اثناء السنتين اللي هم الاربعه موديولز الاولانيين، في موديول يعتبر سادس اسمه البورتفوليو، ده بيجمع فيه كل الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها خلال السنتين نفسهم، سواء حل اكسرسايز او مشاركتك في المحاضرات، مشاركتك في السيمينارز وهكذا. ده يعتبر ايه الفريم العام للموضوع. نيجي بقى الموضوع عدد الساعات. هو بيقول لك ان الام بي اي كله 500 ساعه 500 hours. ال 500 ساعة دول متقسمين ل 120 synchronous، يعني يبقى في تواصل مباشر خلال ال 120 hour دول، والباقي دول ممكن ان ما يبقاش فيه تواصل مباشر. الباقي دول اللي هم عبارة عن مشاركاتك، حضورك للمحاضرة وليس السيمينار، حضورك للمحاضرة، مشاركاتك على البلاك بورد، البلاك بورد ده الانفايرمنت اللي احنا بنشتغل من خلالها، مشاركتك عليها او كتاباتك، سواء انك بتكتب استفسار، بتكتب معلومه لزمايلك، بتكتب بترد على المشرف في حاجه وهكذا. يعني دول بقيه ال 500. خلينا في ال 120 لان هم دول اللي محسوبين عليك. ال 120 ساعه لازم ان انت تقضيهم، يعني لازم ان انت يبقى في 120 ساعه تواصل مباشر بينك وبين الدكاتره في الجامعه. ال 120 دول عشان تحصل عليهم حاطط لك مجموعه اختيارات، الاختيارات دي ممكن توصلك ل 176 بس انت مطلوب 120 بس، فعشان كده انت ممكن تعمل الكوليكشن المناسب ليك. نيجي اول حاجه، في حاجه اسمها ريزيدنشال وركشوب. الريزيدنشال وركشوب دي بتبقى يومين، اليومين بيبقى مثلا جمعه وسبت، وبيكونوا في 5 اماكن على مستوى العالم، منهم في الشرق الاوسط في راس الخيمه، ومكانين في افريقيا، ومكان في اليونان، ومكان في ليستر نفسها اللي هي في انجلترا. يعني دول 5 اماكن اللي ممكن تحصل او تحضر فيهم الوركشوب. الوركشوب تبقى يومين، يومين معناها 2 في 8 بتديك 16 ساعة، يعني اي وركشوب بتبقى 16 ساعة. امتى بيعملوا الوركشوب؟ بيعملوها مرة كل 6 شهور، يعني معنى كده ان في كل موديول في 1 وركشوب هتتعمل، ولما تحضرها بتديك 16 ساعة. طيب ايه تاني يديني ساعات؟ ريزيدنشال ماستر كلاس. الماستر كلاس ده بيبقى في انجلترا نفسها، بيبقى في ليستر. لا طبعا ممكن تحضره ممكن لا، على حسب انت الكوليكشن اللي هتعمله لعدد الساعات. الماستر كلاس 7 ايام في 8 ساعات بيديك لحد 56 ساعة، لو حضرتهم كلهم تاخد 56 ساعة. طيب بالاضافة لكده عندنا السيمينارز نفسها اللي هي لايف اونلاين انتراكتيف سيمينارز. السيمينارز بيبقوا متقسمين في كل موديول في مجموعة من السيمينارز، 12 hour in each core module، يعني الثلاثة موديول الرئيسيين هيبقى في 12 ساعة اللي هم 12 سيمينار، كل سيمينار مدته ساعة، كل سيمينار هتحضره هيديك 1 hour. وفي 28 hours in the option module اللي هو الإلكتيف، و 8 hours in the final module اللي هو بتاع الريسيرش. طبعا انت لو حضرت مثلا كل الساعات او كل السيمينارز اللي في الموديول هتاخد 12 اور، لو حضرت مثلا 8 سيمينار من ال 12 يبقى هتاخد 8 اور مش 12 وهكذا، فانت بتعمل الكوليكشن المناسب ليك. لو نلاحظ هنا ان لو خدنا مثلا 16 و16 و16 اللي هم الثلاثه مثلا الورك شوب بتوع الموديولز الرئيسيه، وخدنا معاهم 72 اور، 3 في 16 يساوي 48 زائد 72 يساوي 120. ده معناه ان انت ممكن تحضر 3 ريزيدنشال ورك شوب في راس الخيمه فقط،
زائد السيمينارز كلها، وبالتالي مش محتاج انك تروح ليستر او انجلترا يعني. او لو حد عايز يروح انجلترا هياخد ال 56 اورز، وممكن بقى ايه ما يحضرش كل السيمينارز او ما يحضرش كل الورك شوب وهكذا. فهو حاطط الورك شوب الرئيسيه اللي هي 16 اور دي، تعتبر اول واحده يعني حاططها ان هي مانداتوري، وبعد كده اعمل سيلكشن من العناصر اللي قدامك دي، شكل الكوكتيل المناسب ليك بحيث ان انت ايه تحصل على ال 120 اور اللي فيهم تواصل مباشر. بالمناسبه صحيح الفرق ما بين السيمينار والليكشر، هما يعني ماشيين بشكل كويس، ان الليكشر بتبقى مسجله انت بتاخدها وبتسمعها، وهم بيعرفوا ان انت دخلت وشفتها وسمعتها وكده. اما السيمينار بيبقى فيه تواصل مباشر، السيمينار بيبقى مدته ساعه، عباره عن ان انت مطلوب منك برزنتيشن مثلا هتعملها، وبتدخل تلاقي جروب فيها مثلا حوالي 10 افراد، بيقسموا طبعا الناس على مجموعات، فاقول مثلا ال 10 افراد دول كل واحد مطلوب منه ان يعرض، فبيبقى معاك مثلا ايه 5 دقائق 10 دقائق انك السلايد بتاعتك تبقى باعتها قبليها، وعارف انت هتقول ايه، وبتدخل في وقتها بتتكلم بتقول اللي انت عديته يعني، او بتشرح وجهات نظرك في الحاجه اللي انت عملتها، والدكتور او الدكتوره بتبدا انها تناقشك خلال السيمينار نفسه في العشر دقائق دول، وترد عليها ويبقى في تواصل مباشر، وهكذا اللي قبليك او اللي بعديك، ويعني بتبقى ايه مسجله بحيث ان انت لو حبيت ترجع لها مره بعد كده، وباين انت دخلت امتى وخرجت امتى والكلام ده كله يعني. فده كده ايه النظام بتاع عدد الساعات. بالنسبه لمحتويات الموديولز نفسها او المواد اللي ممكن يعني تقروها على مهلكم في الفيديو، وده يعتبر الجزء بتاع الريسيرش، وده اللي قلنا عليه الليرنينج اند بروفيشنال ديفلوبمنت بورتفوليو، وخلينا نتكلم عنها بعد شويه برضو بالتفصيل. وده يعتبر الكورس الاختياري، فانت بتختار واحد من الثلاثه دول اللي هو الموديول الرابع يعني، وكل واحد كاتب لك المكونات بتاعه ايه، ممكن تعمل ستوب للفيديو وتقرا المكونات بتاعته. بالنسبه للتقديم، هم بيبقى عندهم مرتين في السنه، يا اما في ابريل يا اما في اكتوبر، دي البدايه، بس طبعا لازم تبقى مقدم قبليها بفتره يعني، قبليها مثلا بحوالي شهرين مثلا تبقى بدات انك تتابع معاهم عشان تبدا دراسه في اول ابريل او اول اكتوبر. بالنسبه للجزئيه الخاصه بالمذاكره اثناء الاسبوع يعني، انت طبعا الموديول الواحد بيبقى عباره عن 24 اسبوع، اللي هم الست شهور بيبقوا 24 اسبوع، واسبوعين يعتبر راحه. يعني مثلا السنه بتبقى 52 اسبوع، لما نقسمها هنلاقي نصها 26 اسبوع، فبالتالي في اسبوعين راحه و24 اسبوع مذاكره. ال 24 اسبوع دول بيبقوا مقسمينهم مجموعه من السيمينارز ومجموعه من المحاضرات، في الغالب بيبقى 12 و12، وكل اسبوع يا اما عندك محاضره يا اما عندك سيمينار. المحاضره بتاخدها وتنزلها، بتلاقي الماده العلميه بتاعتها، وبيبقى سايبها لك على البلاك بورد اللي هو زي ويب سايت يعني، او الانفايرمنت اللي انت بتتواصل بيها. تدخل على البلاك بورد بتلاقي الماتيريال موجوده مشروحه، والمحاضره موجوده فيديو، وبتلاقي ريدنجز يعني هو مرشح لك بعض الارتكلز او البيبرز ان انت تقراها لانها هتساعدك يعني في حل الاكسرسايز، وعامل لك زي منتدى كده او فورم بحيث ان انت تدخل تلاقي الدكتور كاتب حاجه، مين اللي عنده سؤال، مين اللي مش عارف ايه، او مثلا حد عنده استفسارات ان هو يقولها، زي منتدى كده بحيث انك ايه تبدا انك تتواصل فيه مثلا، او في عندنا سيمينار فعايزين نحضر، طيب نتيجه السيمينار ايه، الكلام ده كله بتلاقيه على الفورمز او المنتدى اللي هم عاملينه من خلال البلاك بورد. عاملين انفايرمنت تانية اسمها بيبل باد او زي ويب سايت برضو، بتدخل تحل عليه الاكسرسايز اللي مطلوب منك، بيبقى مطلوب منك اسبوعيا اكسرسايز ان انت تعمله، بيبقى بسيط يعني ما بياخدش في حله مثلا نص ساعة مثلا ولا حاجة، بحيث انك تحل مثلا الاكسرسايز، ومنه اللي بيبقى كتابة مثلا على الويب سايت نفسه، او ان انت مثلا تكتبها على ملف وورد وتعمل لها اتاشمنت، او احيانا بيبقى حاجات ان انت عبارة عن كويشنير تحله وتبعته. بالنسبة للموضوع اللغة الإنجليزية، هو بيشترط إنك الأيلتس يكون 6.5 أكاديميك، أو لو الشرط ده مش متوفر عنده هو امتحان على الجامعة، ممكن إن أنت إيه تمتحنه أونلاين، بيبقى من خلال الجامعة نفسها يعني. فيعني النقطة دي ما فيهاش يعني إيه شرط مجحف، لكن طبعا لو لغتك الإنجليزية مش كويسة يبقى حسنها الأول أفضل قبل ما تدخل، لأنك بتتواصل مع الدكاترة بالصوت يعني، أو بتسمع المحاضرات بالصوت، فمحتاج إن الإنجليش يكون كويس.
بالنسبه للرسوم هو عنده انه ممكن في امكانيه لدفع الكاش او التقسيط على 6 شهور، يعني سوري على 6 انستولمنت، 6 اقساط، وبين كل واحد والتاني بيبقى 4 اشهر، يعني بين القسط الاول والتاني 4 اشهر، وطبعا القسط الاول اكيد بيبقى قبل الدراسه نفسها. يعني ده بالنسبه للرسوم. طبعا زي ما قلت قبل كده وبكرر، ان يعني لو حد بياخدها من مصر يعني هتبقى غاليه على الفاضي. انا شخصيا لو قعدت في مصر كنت هروح لموضوع الاكاديميه، يعني باعتبار ان هي لوكال، فلوسها اهدى وكلام من ده. لكن اللي بره بيضطر ساعتها بقى ان هو ايه، يشوف البدائل اللي بره، وللاسف البدائل اللي بره كلها غاليه، فبيبدا يقارن ما بين الجوده بتاع التعليم اللي هياخدها والرانك بتاع الجامعه والشهاده، وما بين المبلغ اللي هيدفعه طبعا. فعشان كده ايه، بيبقى فيه عمليه يعني تريد اوف او مقارنه او موازنه ما بين ده وما بين ده. ده كده يعني ايه بالنسبه للجزء المالي. الفايل ده انا اللي عامله، يعني حاولت ان انا استخلصه بس كده ايه من الدراسه، يعني بحيث ان الموديل الاول اقول يعني ايه الحاجات اللي هتبقى فيه، الموديل الثاني، الموديل الثالث، لان معظم الام بي اي بره بيبقى يعني كل واحد من دول عباره عن سبجكت لوحده او ماده لوحدها. فقلت يعني اشوف يعني هل فعلا الام بي اي اللي بره بتاخد حاجه اكتر من اللي هنا ولا لا. فيعني في الان جنرال لقيت ان لا، هي الاثنين واحد، يعني نفس المواد العلميه ما بين ده وما بين ده، بس الفرق في موضوع التجميع ان هو هنا بيجمعهم على شكل موديولز. في حاجه تانية بالنسبه للامتحانات، صحيح تقييم الموديول في الغالب بيبقى على حاجتين، كل موديول بيتقيم باسايمنت وامتحان. الامتحان بيبقى بعد تلتين المدة بتاعت الموديول، يعني لو الموديول 6 شهور هيبقى بعد تلتين اللي هي حوالي 4 شهور، يعني ده الامتحان. فبالتالي الامتحان مش هيبقى في كل المادة العلمية، هيبقى في تلتينها اللي انت خدته، يعني بيبقى في الاسبوع ال 16. يعني الامتحان بيكون في البريتش كانسل القريب منك، وانت بتختار اثناء فترة الموديول نفسه انهي بريتش كانسل هتمتحن فيه، انهي مركز ثقافي بريطاني هتمتحن فيه الامتحان. الامتحانات بتبقى تقييمها كويس، يعني مش مقلقة، بس يعني بتبقى محتاجة مذاكرة ومحتاجة فهم ومحتاجة كل حاجة. يعني طبعا الميزة في الـ MBA ده، ممكن يكون ميزة لناس وعيب لناس، ان هو المادة العلمية تقيلة، مش قليلة، محتاجة فعلا مذاكرة، يعني MBA بجد، مش حاجة تخليص ورق وخلاص يعني. والعيب ان هو محتاج مذاكره، بعض الناس تبقى عايزه تقلب، يعني بيبقى عايز في سنه بس يبقى معاه شهاده وخلاص. فلا، الام بي اي اللي من النوع ده ما بيديش كده، يعني مش اللي هو في سنه هيديك شهاده عشان انت دفعت فلوس، ما عندهمش لا النظام ده. يعني لا، لازم هتذاكر، حتى لو مذاكرتك مش عاليه بس ذاكرت هتنجح، لكن ما ذاكرش خالص لا مش هتاخد الشهاده. يعني فبيديك ماده علميه قويه وبيبقى محتاج منك انك تذاكر. يعني فده الامتحان، ان هو بعد 4 شهور بيبقى فيه امتحان، وممكن هتلاقي الورك شوب بعديه، الريزيدنشال ورك شوب بعديه، لان الريزيدنشال ورك شوب مش شرح لحاجه، يعني الامتحان ده هي مجرد بس ايه، ساعات تواصل ممكن بيبقى بيشرح فيها بس الحاجه اللي هي خاصه بالاسبوع ده او الاسبوع اللي بعده، عشان يبقى فيه احتكاك مباشر يعني او تواصل بينك وبينهم، وبيقيموك اثناءها برضه. يعني ده بالنسبة للنص، 50% لتقييم كل موديول اللي هو الامتحان. 50% التانية بيبقى assignment. الassignment عبارة عن مثلا 7 8 ورقات بتكتبهم، عبارة عن بحث في حاجة معينة بتبحث فيها وبتطلع منها الجزء، مثلا literature review او اللي هو الناس قالت ايه في الحاجة ديت. وبعد كده هو بيبقى شارح لك بالتفصيل مكونات الassignment، هتكتب ايه وايه وايه، مجرد بس ان انت بتشتغل تسيرش في المكتبة وبعد كده تعقب على الموضوع دوت بشكل معين. يعني فالموضوع بسيط، يعني موضوع الاسايمنت، والاسايمنت بيبقى راكنه لك اخر حاجه خالص، في مثلا قبل ما الموديول يخلص باسبوع، هو ده الديدلاين المفروض تسلم فيه الاسايمنت بتاعك، ده اللي هي التقييم. يعني فكل موديول بيبقى تقييمه بالطريقه دي، 50% على الاسايمنت و50% على الامتحان. والبورتفوليو او اللي هو الموديول اللي مستمر معاك من البدايه لغايه بعد نهايه السنه الثانيه، اللي هو عباره عن الاكسرسايزز اللي انت بتحلها لكل الموديولز اللي بتعدي عليك، ده بيبقى يعني نجاح وسقوط بس، اللي هو اوكي او لا من غير درجات يعني وكده، حليت ولا ما حليتش. يعني ده كده ملخص لكل المواضيع يعني اللي انا شايف انها ايه ممكن كانت تتطرح. لو حد عنده اي استفسار تاني يكتب لي او يبعت لي، لو هنا في السعوديه يكتب لي رقم تليفونه مثلا، بحيث ان انا اقدر اتواصل معاه، او لو في مثلا في مكان تاني ممكن يبعت لي واتساب، يكتب لي رقم تليفونه وانا ابعت له واتساب لو كده، بحيث ان ايه يبقى التواصل سهل يعني وكده.
وبالتوفيق في اختياراتكم، وصلاة الاستخارة هي الأساس طبعا قبل الاختيار والإقدام على شيء، وربنا يوفقكم.